بكينا بكينا دهلنا ودحببنا 5 ايام احنا على البكاوات والضر والماكلة هاي قدامنا ما كان كيف. هيا كواحد من الشعب المغربي تأمننا وحده ألم كبير جدا هذه فاجعة نطلب الله سبحانه وتعالى نعتبره شهيد على الله سبحانه وتعالى الله يصبرهم والبقاء لله وقلوبنا كامل معهم والحمد لله على كل حال هذه كانت مكتبة مع التدبير يقسم يفرحوا بهذا الولد هذا ولي من اولياء الله هذا طير من طيور الجنه كنا كننتظروا رايان يعني بفارغ الصبر يعني يخرج سليم وللاسف يعني قدر الله ما شاء فعل بكينا بكينا دهلنا ودحببنا 5 ايام احنا على البكاوات والدار والماكله هاي قدامنا ما كان بكوشي كنحسوا ذاك الشيء اللي كان ذاك الناس كان فينا احنا وانا عندي الوالده كبيره كنقول لها شوف الوالده شوف 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 وكتبكي تبكي زعما واحد القهره واحد القهره واحد الجرحه اللي تجرحنا واحد الشيء هذا والله يخلق هذه المعزيزه اللي قازت على هذا الشيء هذا وعزوا علينا الوالدين ديالهم والله يعطيهم الصبر والله يعطيهم الصبر واختار خير البوليس والمهندسات والصحفيه اختار خير والخير ديالهم هادو هاد الناس هادو هاد الشرطه والبوليس والمهندسات والمصورات هادو ما عندنا فين نجيبو الخير ديالهم راه كيكافحوا معانا والله انت كتشوف انا بالمناظر انا نبكيت ديك الزوبيره ديك العيل والله يخلق سمعتيني والله يخلق عطينا المرضي الصراحه كنقول لي يماه الله يعطيها الصبر الله يعطيها الصبر لأيوب الله يعطيه يماه ومن بابها الصبر لأيوب احنا كندعو معاها بالصبر لأيوب نزل عليهم احنا رحنا مجروحين معاهم وحنا معاهم بالدموع والبكي والتعامل سيدي ربي احنا كنا معاهم كنا نقولوا يا ربي وحنا عيطنا عليك يا العزيز يطلع ديك العايل يطلع في هذاك الروح والروح عزيزة عند الله واخا يكون ما كان فيه يبقى عندي يما هذيك الروح عزيزه حتى واحد ما يقدر يشب الروح يداوي ما يعطيها وهذا الشيء اللي كاين المرضى مرضنا وبكينا والله يعطي الصبر من يماه ومن باباه ومن العائله ديالو جميعا والجرحى اللي دو صحيه ديال يماه وباباه الله يعطيهم الصبر. اخايا كواحد من الشعب المغربي تألمنا واحد الم كبير جدا هذه فاجعه نطلب الله سبحانه وتعالى نعتبره شهيد على الله سبحانه وتعالى نقدم العزاء للاب ديالو والام ديالو والله تعالى تكون هادي والباس نطلب الله سبحانه وتعالى توصل المياه عندك المناطق المعزوله وتوصل ما يبقاش باقي في القرن 20 وكنسمعوا هاد خصنا نكونوا تجاوزنا هادي حشومه عيب ديك المناطق ما تجاوزش الناس باقي كتكلموا على الماء باقي كتكلموا على نطلب الله سبحانه وتعالى يتقبلوا عند الله شي وتألمنا اخي تألمنا الله تعالى يجعل هادي حول الباس وكنعزيو الشعب المغربي كامل. ما تيني حنا شو حنا كنا يعني كنا مش غنقول لك ما راه الدموع خلي في عيني صراحه راه بحالي مات لي خاي صغير راه يعني حنا بدنا ايش غنقول لك يعني دريد الحمودين حنا كاينين بزاف قالوا لي طلعوا كاينين اللي فهمت يعني باش حاسس اني واحد يعني بحالي مشى لك شي طرف نحمك يعني شحال شوف سبحان الله العظيم شحال بقات مني متلات رسالة يعني وجه الام ديالو وامنا كاملين غنقول لها اختي بركه في راسك ما ماشي في بالك ربي بغاه يعني حنا قلوبنا ما كنعسو يعني صراحه الله والله ما كيجينا النعاس ولا شي حاجه واخا كتغمض عينك ضروري خصك تنعس ترتاح ولكن كتبقى تفكر كتبقى يعني كتبقى تقول يعني بزاف كتبقى يعني كيجيبها صراحه الله يعني انا ما عنديش اخوتي يعني حسيت بها خاي صراحه الله. اولا كنتقدموا بأحر التعازي والمواساة في الطيف ديالنا الطيف ديال المغاربة كاملين ديال العالم ريان مي سمعنا الخبر صراحة تألمنا بزاف وبقينا متبعين الحادث من الأول حتى الآخر وقدر الله وما شاء فعل كنطلبوا الله سبحانه وتعالى أن يخفف على هاد الناس هادي وكنبلغوا لهم أحر التعازي والمواساة اصلا حنا جيران ديالهم حنا قرابين عليهم حنا ولاد المنطقه ديال وهذه من خلال هاد الحادث المأساوي هذا اللي صراحه انه عطانا رساله ما خصناش هاد الرساله تدوز غير هكذا وصافي لان كاين الاطفال بزاف صراحه تما محرومين من ابسط الحوايج نتا مدروس من الصحه من البنيه الاساسيه كاملين راه ناقصه شي شويه تما راه الصراحه ما نكذبش عليك تأزمنا بزاف وبكينا بزاف وهذه عبره
المغاربه كاملين، ماشي غير المغاربه، لجميع الناس، عبره للناس اللي عندهم دراري صغار واللي عندهم البوادي واللي عندهم الابيار واللي عندهم بزاف ديال يعني بزاف ديال الحاجات اللي كيشكلوا اخطر على الدراري الصغار، فهمتي؟ و الله يرحمه، هادشي اللي غنقول لك، انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبرهم والبقاء لله وقلوبنا كاملين معاهم، والحمد لله على كل حال. هذه كانت مكتبه مع انت دربي، يعني ما كناش كننعسوا، ما كناش يعني متاسفنا له بزاف، تاسفنا بزاف السيد مسكين ديك الولد اللي وقع له ديك المشكله هذيك، تاسفنا بزاف. حنا مع قلوبنا بجميع الله تعالى يصبرهم. الحمد لله كنشكر سيدنا الله ينصرو، عزاهم وازرهم، كنشكر سيدنا الله ينصرو الله يحفظه. الصراحه كانت واحد الصدمه كبيره، تشوف واحد الولد صغير مسكين طايح في واحد البير، كيبقى الواحد مكتوف الايدي ما قادر يعمل والو، اللي في الاستطاعه الواحد ديالو ماشي حاجه، اذا كان زعما شي واحد عنده شي تخصص، اذا كانت عنده شي امكانيات راه يسخرها. ابقى لنا غير الدعاء، دعينا معاه مسكين، وفاته المنيه ما كانش من اهل الدنيا، صافي بقى مشى للاخره، مشى عند الله، وحنا متاكدين بانه غادي يكون طير من طيور الجنه ان شاء الله، فهمتي؟ كتبقى غير مساله ديال العائله ديالو اللي هي مسائل صعيبه الفراق، وهذا كنتمنوا هذا الشيء هذا يفيدنا ونستخلصوا من واحد الدرس، اللي هو ما نستهزئوش، ما نستهتروش بواحد الحاجات بحال دابا حفره استهترنا بها بقات تما مفتوحه وطاح فيها الولد المسكين مشى. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى جميل هذاك التضامن والناس وكلها ميمجي وهذا، ولكن في نفس الوقت كتشوف بان في جميع المدن سوء الحظ، جميع المدن في جميع الاحياء وفي جميع هذا كتجبر اطفال متسولين، اطفال اللي هما كيعيدوا يعيشوا وضعيه الشارع وهذا. وديك الساعه كتسائل فين هو التضامن، اللي هو واحد مسافر 200 كيلومتر، واحد 2000، واحد هذا، علاش ما كيتضامنش مع هذاك اللي هو مسكين حتى هو راه بحال اللي غرق، كثر من اللي غرق، هو في الشارع، هو ما عنده ما ياكل، هو هذا، وقريب زعما الصراحه ماشي زعما غادي يحتاج شي مجهود اللي هو الواحد يعملو. هنا كنوجه هذا السؤال، زعما انا بدي كنتسائل علاش كاين واحد التضامن مع واحد السيد اللي هو مزيان، حنا ماشي كنقولوا ما خصوش يكون، ولكن خصو يكون ديما. السيمانه كانت مرعبه في الحقيقه لنا جميعا، كنا كننتظروا رايان يعني بفارغ الصبر يعني يخرج سالم، وللاسف يعني قدر الله ما شاء فعل، ومن المر كنعزيو الاسره ديال الابن ديالنا والصديق ديالنا رايان، وكنعزيو يعني المغاربه كاملين والعالم العربي والعالم باسره لكاع الناس اللي تضامنوا في القضيه ديال رايان، والحمد لله يعني المؤمن مصاب، هادشي اللي كاين الحمد لله، اللهم اغفر له وارحم. ملي شفت الخبر يعني تفاجأنا، يعني الرازو واحد 32 للمترو راه ماشي سهله يا اخي، هذه معجزه ربي، معجزه. فكرنا في الصحابه، وفكرنا في يعني في اصحاب الكهف، معجزه ربي. هذه شي هذاك ولي من اولياء الله، يعني خصهم يفرحوا بهذا الولد، هذا ولي من اولياء الله، هذا طير من طيور الجنه. ايوا مسكين الله يرحمه، والله يدافع عليه الرحمه والمغفره. اول حاجه سنتقدم التعازي للاب والام ديالو، والصراحه بقى فينا بزاف وتصدمنا، وعشنا مع اللحظه من اللحظه الاولى حتى التالي ديالو بقى فينا. وتنشكر حتى للرجال الامن ولا القوات المساعده داروا خدمتهم، مي ربي بغى ربي هو اللي داه. وحاجه واحده سنعزي الام والاب ديالو بزاف، وانا لله وانا اليه راجعون بقى فينا بزاف. وبالنسبه للرجال الامن ولا هذا كلشي دار خدمته تبارك الله عليه، والله يرحمه ويواسيهم، وان شاء الله ربي يعوض لهم في ما احسن ان شاء الله يا رب. وهاد الايام دا صعيبه شويه، كنا كنتمناو الدري يخرج، كنا فارغ الصبر كنتمناو الدري يخرج بسلام، كان واحد الشواغ كبير، ولكن اللي حصل لحد الدري مات الله يرحمه مسكين، نتمناو له الرحمه والمغفره. الصراحه العالم كله كان متوجع بهاد من هاد الخبر المفجع ديال ريان، كنا كنتمناو فارغ الصبر باش يخرج هاد الطفل بسلام، ولكن قدر الله ما شاء فعل، نتمنى له الرحمه والمغفره، والله يصبر والدي، هادشي اللي نقول لك اخويا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.